تأخر كثيراً، يجب أن نبحث عنه. أنا هنا. كم مرة أخبرتك ألا تتسلل هكذا؟ لماذا؟ لأنك تُرعبني كالوحش. أحب ذلك. ماذا فعلت؟ يا رجل، عليك إخبارنا. على القائد أن يشترك في قراراته هو وزملاؤه. كان عليك أن تخبرنا. ها قد علمتم. زادت حماستي بعد مشاهدة نزال فريد. بدأت الغوريلا التي في داخلي تخرج. فريد، كنت رائعا. فهمنا. لماذا نحن هنا؟ ردوده محرجة. ما إن قوة الشجاع المتقد أكبر من قوته، لكن قدرة خفاش الليل تفوق قدراته. أسمعانا. آسف. لا تحزن، لقد اغتررت بنفسي كثيرا. أرأيت أن الخسارة ليست ممتعة؟ ليست ممتعة، المتعة للفائز. فريد، كان أداؤك مدهشا. أجل، هيا بادلنا مصافحة النصر لإضفاء الحماسة. لم تنتهي المباراة. لم يطل الأمر كثيرا. طبيعي أن يحدث هذا بسرعة. ألم تفكر أننا على أبواب نصف النهائي؟ ليس هذا ما كنت أقصده. ستخسر على يدي، هل فهمت؟ أنت تبالغ. ماذا قلت؟ اهدأ ووفر طاقتك للغد. أراكم لاحقا. اسمع، هذا اليوم الذي سأدمرك فيه. لا أظن ذلك. بل تيقن. لن أفعل. فريد حاملا انتصاره الثالث. استمتعت كثيرا. ستدفع ثمن استفزازك لي. فريد، لا يهمني أن ترجع إلى النادي، ولا يهمني أن تذهب ثانية. المهم أن نعيد نزالنا. هيا نكمل ما بدأنا. سليم، ما هو شأنه يا رجل؟ أجل، فقد حان دورنا في التحدث إليه. أنت مزعج، قاطعت حديثنا. لقد حان دوري. بل حان دوري. يا لكم أمام مزعجة. انتهى دوري. انتهى دوري. لن تأخذ دوري مني. انتهى دوري. ماذا تقول؟ أريد خوض النزال معه. أنا سأفعل. شكرا على الطعام.